السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي برنامج كامتازي بيصور شاشة وبيصور الشروحات وممكن يصور وجه المحاضر. لو انت جيت ريكورد هيبدأ يسجل. طيب بعد ما اسجل في بعض الأجزاء أنا عايز أعمل عليها زوم، فهاجي هنا لأنيميشنز وأبدأ أحدد المكان اللي أنا عايز أعمل فيه زوم وأقول له سكيل، أو ممكن أغير الزوم بالشكل دوت. أقدر أنقل المكان اللي هيتعمل فيه الزوم وليكن مثلا بالشكل ده، وده العلامه دي اقدر اجي هنا واقول له قط او كوبي. ممكن اجي مثلا هنا واقول له انا عايز اعمل لها بيست كمان هنا بالشكل ده. طيب انا لو عايز ارجع بقى للحجم الطبيعي بتاعي اقول له اكشوال سايز، فيبدا يرجع لي الحجم الطبيعي بالشكل ده. فانت لما تيجي تبص كده، تعال نشغل هنا بيبدا يعمل زوم اهوت على جزء معين، وبعد كده لما احب يرجع في الشاشه كلها يبدأ يعمل الزوم بالشكل دوت. وتقدر تتحكم في كل ما تيجي تعمل سيلكت هنا هيبدا يعمل لك اختيارات فتبدا تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز الماوس يظهر معاك بشكل قوي فتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا مؤشر الماوس يبقى في هاله حواليه مثلا بالشكل دوت، وانا عايز لما يدوس بكليك شمال تظهر معاه العلامه ديت، وعايز لما يدوس رايت كليك تبدا تظهر معاه بالشكل دوت. فتلاقي العلامات تظهر معاك على طول طول ما انت شغال. دي المؤشر اهو بتاع الماوس بالشكل دوت، وكل ما تدوس كليك شمال تبدا تظهر العلامه ديت.